وجبه على السريع، وقولي اخر مره نرمي الباكيت البيت، غتولي مدمنه عليها بطعم مختلف عن العاده، بلا حليب ولا بيض، وكتحضر بسرعه البرق. لهذا سيدتي تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير. وكي العاده ما تنساوناش من لايك للتشجيع فقط بالبارطاج باش تعم الفائده على الجميع. ومرحبا و 100,000 مرحبا بالمشتركين الجدد لاول مره كينضموا لقناتي وعجبهم اكيد المحتوى معليهم، اللي يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه السوريه. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بكسي الله ونقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير وطريقه التحضير. وكيف ما كتشاهدوا معايا عندنا هذا المكون اللي حتى هو محيرنا وكنبغيوه وكنعشقوه وكنديروا به بزاف ديال الوصفات والوجبات وكنحيروا شنو غادي نديروا به. حتى هو بحال الكمير، الا بقى لينا كنتلفوا شنو نديروا به. الا عندكم حبه من الدنجال، انا عندي هنايا ثلاثه صغارين، الا كانت حبه كبيره راه كتعادل او توازي هاد ثلاثه ديال الحبات صغار. كناخذ هنايا عندي ثلاثه ديال الحبات صغار ديال الدنجال، كناخذ واحد الفورشي كنحاول نتقبها واحد بضع ثقوب باش تنضج معايا بسرعه. انا عندي الفران شاعل شاعل، غندخلها للفران. الا ما بغيتوش هاد الوجبه من الاول هالآخرة ما ديروهاش الفران، غديروها غير على البوطاغاز يعني عادي بشكل عادي. انا غادي ندخل هاد الدنجال عندي الفران حتى يتشوى ليا، وممكن تشويوه على البوطا بشكل عادي. غادي نخلي داك الدنجال ديالي يتشوى على خاطرو ونجي نحضر هنايا تتمه الوصفه. عندي هنايا واحد حبه بصل اللي تكون متوسطه او صغيره الحجم، اللي كنقطعها رقيقه رقيقه، ما نقولوش نحكوها في الحكاكه غتطلق لينا الماء، غير نحاولوا نقطعوها بهذه الطريقه هذه تكون رقيقه قدر الامكان. عندي هنا حبه بصل وعندي حبه دنجاله، يعني كل من هاد الخضر اللي غادي نديرهم في هذه الوصفه حبه 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 ويكونوا من الاحسن بالتساوي. كيف ما شاهدتوا معايا عندي هنا حبه بصل وحبه من الطماطم. الطماطم كنخليها يعني مطيشه كنخليها بالقشره ديالها، وتا هي كنقطعها مكعبات رقاقين رقاقين بزاف وصغار. كيف ما كتشاهدوا معايا في الصوره، نتمنى الشرح يكون واضح والصوره تكون واضحه. وعلى العموم هذه الوصفه ما يعني بلا ما نشرح او هي راه شارحه نفسها بنفسها، سهله وسريعه وبزاف لذيذه. وغادي تبقاي توظفي الكمير البايت او الباكيت البايت او حتى الخبز بكافه انواعه، وكذلك هذا الخضر اللي درت معكم. عندي واحد شويه ديال ربيع قزبر معدنوس اللي قطعته حتى هو رقيق رقيق، وفي هذه الاثناء بدماغي كنقطع البصله ومطيشه كتكون وربيع تيكون الدنجان ديالي بانه راه نضج، سواء شويناها على البوطا او في الفران، يعني كنشويوه دغيا كيتبخر لينا وكينضج، خصوصا ملي كنديروا داك الثقوب. كيف ما شاهدتوا معايا كنت درت في الاول ثلاثه، زدت واحد الوحيده نستعملها وصفه اخرى ان شاء الله. كيف ما كتشاهدوا معايا كنقطع الدنجال بهذه الطريقه، راه باقي ساخن. ملي كنشويوه ضروري ما نديروا في واحد كيس بلاستيكي او في واحد بواطه ونسدوا عليه باش كيزيد داك البخار ديالو كيتنقى لينا بكل سهوله بلا ما نغسلوه، باش نحتفظوا بداك التدخينه ديالو، داك النكهه ديال الدنجال مدخن كيجينا رائع جدا بلا ما نحاولوا نغسلوه. بعد ما قطعت الدنجال ديالي وضفت على المكونات بما فيه البصل ومطيشه والربيع، كندير هنا واحد قطيره ديال الحامض، تقريبا واحد عصيره ديال نص حامضه ماشي كلها، تقريبا غير واحد المعلقه صغيره ديال عصير الحامض، شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، تقريبا اربع معالق ديال الابزار والملح حسب الذوق. وعندي هنايا زيت الزيتون تقريبا واحد المعلقه كبيره. الا كانت عندكم زيت الزيتون ضيفوها، ما كانش ما ديروش الزيت العاديه، تجنبوها من الاحسن. عندي هنايا واحد فص او جوج ديال الثوم، والثوم على حسب الاختيار، ممكن تضيفوه ممكن لا، ولا عندكم ثوم مجفف ممكن ديروه، او بودره الثوم او بودره البصل، ممكن ديروا الزعتر او اليزير او تنكهوه باش ما بغيتوا. يعني هاد التخليطه ديال هاد الدنجال والبصله والطماطم ممكن ديروا التتبيله فيهم اللي بغيتوا، هذا مجرد اقتراح في التوابل. ولكن الوصفه كبدنجال وبمطيشه وبالبصله وكندمجوها مع الباكيت البايت او الباكيت نقولوا اليابس او حتى الخبز كيف ما قلت لكم بجميع انواعه، غادي ديريها وتعاوديها غتولي عندك هاد الوصفه ادمان، كتوجد على السريع. كيف ما شاهدتوا معايا خلطت المكونات كلها مع بعضها ووضعتها على جنب.
عندي هنايا كوميرا اللي كانت بايته شفتوها يعني لاويه، كنديروا بها بزاف الاستعمالات، يعني كنديروها مع البيض والحليب وكنقليهم او كندخلهم الفران في الفطور، من بعد مرات كنديروهم في واحد المول وكنصبوا عليهم خليط ديال البيض والزبده والربيع والحليب والدقيق باش كتجينا بشكل بيتزا. قلت علاش لا ما نديرش، غادي ندرج معكم كذلك، كنحط لكم في رابط الصندوق الوصف كيفاش نديروا كذلك الباكيت على شكل بيتزا، كتجي بيتزا فرديه بحجم الكبير بقايا ديال الباكيت. بعد ما قطعت هذا الباكيت ديالي لشرائح، ما يكونوش رقاق ما يكونوش غلاظ، نتوما على حسب. كناخذ عندي هنايا شويه ديال الزبده لانني بغيت نعطيه واحد القرمشه، ما يبقاش عندي الباكيت غير هو هكاك، سواء دخلته الفران او طيبته على البوطه او المقله الثقيله بشكل عادي كيف ما غادي تشاهدوا معايا. انا بغيت يعطيني واحد قرمشه رائعه جدا. كناخذ هنايا واحد شويه ديال الزبده، كندهن دهنه خفيفه غير باش يتقرمش ليا وكندخلو للفران. بالنسبه للناس اللي ما غيخدموش بالفران من الاول، يديروا كذلك الزبده دهنه خفيفه ويضعوه في المقله حتى كيتقرم، يعني يتقرمش كيعطينا هذا اللون وكيذهب لينا مباشره، يعني كيتقرمش وكيذهب كنرجعوه للقاعده الاخرى. بالنسبه للناس اللي ما غاديش يدخلوا الفران، اللي ما غاديش يدخلوا الفران، القرمشه تكون في الاعلى، يعني القرمشه من الاول كيف نديروا الزبده، نديروا الحشوه ونضيغيكت نحطهم في المقله يطيبوا على النار. انا غادي ندخلوا الفرن، سبقت القرمشه هي الاولى يعني كانت في الاسفل، دابا غادي ندخل اللاطه ديالي الفرن غير هو ساخن مزيان مزيان، غنقص عليه الصفر وندخلها الفرن غير تحمر ليا من على الوجه ديالها فقط. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ هنايا الكميه اللي غادي نحتاج، تقريبا واحد المعلقه صغيره تكون مملوءه جيدا من هذا الخليط، ولا درتو خبز توست او بقايا ديال الخبز على شكل مثلثات بحال البيتزا كتجي رائعه ومن اروع ما يمكن تجربوا في الوصفه ديال الخبز البيت او المتبقي. عندي هنا شويه ديال الجبن الموتزاريلا او اي جبن عندكم، ممكن تستعملوا حتى الجبن ديال الساندويتش، واللي ما بغاش الجبن ديال الساندويتش او متوفرش عنده ممكن ديروا صلصه البيشاميل، علاش لا، كديروا غير شويه شويه من الفوق في هذا الخليط كتجي تماما بحال اللي درنا الجبن. كيف ما كتشاهدوا معايا انا غادي نكمل الكميه كلها هي اللي عندي، تبارك الله باكيطه ودنجاله ومطيشه وبصله كتخرج ليا واحد الكميه رائعه من وجبه سهله وسريعه، يعني غتبقاي تعتمديها في الوجبات ديالك ديال الزربه. بعد ما كندخل الفران وكنخلي داك الفخوماج ديالي حتى كيذوب ليا، يعني كيولي معلك داك الفخوماج تقريبا ميبقى واحد جوج دقائق او ثلاثه وكنخرجها. كيف ما كتشاهدوا معايا الا كنتو غطيبوها في الفران كيف ما قلت لكم، يعني داك القرمشه كتبقى في الاسفل لانني كندخل غير هاد الفخوماج يذوب ليا ويتعلق فقط. الا كنتي غديري سيدتي على النار او على البوطه، غادي مباشره كديري داك الزبيده من الاسفل وكتوضعيهم على القاع، يعني على الاسفل في درتي الزبده كتوضعيهم في المقله وكديروا الحشوه والفخوماج وكتغطي عليهم بشي طبيسيل او الغطايه ديال المقله وتخليهم تقريبا واحد دقيقه او زوج، كيجيو من اروع ومن الاد ما ممكن تجربيه في الخبز اليابس او الخبز البايت وكذلك في الباكيت اللي كيبقى لينا وكنحيرو شنو نديرو به. كنتمنى تنال اعجابكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها وتردوا عليا الخبر، كتجي من الاد ومن اروع ما ممكن تجربيه سيدتي. شكرا لكم المتابعه، وما تنساوناش من لايك للتشجيع فقط وبالبارطاج باش تعم الفائده على الجميع، والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.